اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الإشعار على تطبيقكم شيئاً. نقوم بالضغط هنا على تطبيق شيئاً، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالنزول إلى أسفل والضغط هنا على حول شيئاً، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعار، وهنا سوف تجد جميع المعلومات التي سوف تحتاجها للإشعار. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.